هذه الآيات والأحاديث وهذه الفوائد والله خير من الدنيا وما فيها. تضحكون؟ الله عرفنا قيمة العلم يا جماعة، الله عرفنا قيمة العلم، الله عرفنا. والله الأمة لو تعرف قيمة هذا العلم ما تتكاسل عنه، ولكن ما في غفلة عن هذا الخير العظيم. قول الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالدعاء الوارد في السنة اللهم اسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والعوذ بك أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتد علينا أو نكسب خطيئة أو ثمبا لا يغفر، وشوقا إلى لقائك. شيخنا الشيخ حمدي عرابي، ولعت الأمور وصار الصلة بينه وبين الله والوصال والأنس حتى صار ينزعج إذا قلت الله يطول بعمرك. نحن كلنا يفرح بهذا، ويا ريت عم يتمنى طول العمر مشان يحصل حسنات، مشان يكمل المعمل اللي نهبولها، يرجع المكانات، جيب مكانات جديدة حمصي. وشوقا إلى لقائك، وشوقا إلى لقائك. وين هذا العريس صاحبه جوزي بكتبوا له كتابه؟ يلا بصير فور مشتاق لمين؟ مشتاق للعروسة، اشتغل للعروس وعم يفور وما عم ينام الليل، ما بشوف العشاق وين هذا الدنيف ولا وما مشتاق لوحده متبهول.